بصراحة الحاجات العادية اللي هي المعاكسات بقى اللي انتوا عارفينها في الشارع يعني، الكلام العادي يعني. تحرش لفظي ولا كذا؟ لا هو الأكترية لفظي، ما حصلليش جزء دي غير مرة واحدة معايا بصراحة، حد يعني يلزق كده، عارفة الحركات دي يعني. طب في قبل كده ضابط أو أمن مركزي اتعرض عليكي بلفظ خارج شوية؟ لا خالص بصراحة، بالعكس أنا حصل مرة موقف معايا كان كويس يعني، كنت واقفة في شارع مش لاقية تاكسي خالص، مش راضي يقف، والظابط شايف الموقف قام وقف تاكسي غصب عنه وقال لي اركبي، وقال لي وديها مكان ما هي عايزة كده يعني، إن أنا كنت واقفة بقالي كتير قوي وهو شايف كل ما أوقف حد مش عايز يوديه، ومشوار مش بعيد يعني، فهو عمل كده بصراحة. لكن ما حصلش إنه حد يعني كان حصل موقف عكسي يعني، لا بصراحة. طب لو شفت بنت حد بيتحرش بيها بيرد فعلك ايه؟ لا كده هتصدر له ودافع عنها. طيب شايف اصلا ظاهرة التحرش دي زادت في مصر ازاي وليه؟ لا هي زادت ليه دي ليها كذا عامل. اول حاجة منها هي بتبقى حاجة جوه الشاب نفسه، فاهماني؟ حالة كده بيمر بيها الشاب فترة عمرية معينة وبيمر بيها، او بتبقى ظروف معينه هو بيمر بيها فبيحاول يخرج اللي جواه بالطريقه دي، هو شايف ان هي هو شايف ان الطريقه دي هي اللي بتطلع اللي جواه، هو ده مش مبرر بس هو شايف ان الطريقه دي هي اللي بتطلع اللي جواه. تاني حاجه، تاني عامل انا اللي انا شايفه من ناحيتي بيبقى عامل ضمن العوامل الاساسيه فيه، لبس البنت نفسها. في بنت بتكبر اللي قدامها ان هو يحترمها، هو ده مش معناه ان انا اتحرش بيها، بس انا بتكلم ان ده من ضمن العوامل. يعني انت شايف برضو ان جزء بينحط يعني بيندرج تحت تصرفات البنت؟ بالظبط. طب لو افترضنا كده ان في راجل لابس لبس مول، اكيد لا. اشمعنى؟ هقول لك اشمعنى. احنا في مجتمعنا بالذات وخصوصا عندنا هنا في مصر، الراجل حاجه والبنت حاجه، تمام؟ الراجل ليه كيانه والبنت ليها كيانه، الراجل ليه شخصيته والبنت ليها شخصية. ده دي ظاهرة عندنا هنا في مصر يعني. العقول اللي عندنا هي اللي دايما بتعمل كده. فاحنا عندنا الشاب لما بيلاقي بنت مثلا لابسة لبس ملفت للنظر أو لبس اللي هو ملفت زيادة عن اللزوم، هو شهوته بتتحرك، فغصب عنه ممكن يكون غصب عنه وممكن يكون بمزاجه. دي بتندرج تحت كذا حاجة. شكرا. تعرضت للتحرش قبل كده؟ كتير. كان ازاي، لفظي ولا جسدي؟ والله لفظي وجسدي وحاجات كتير يعني، كتير انا بمشي على النيل حتى دلوقتي، انا هو عندي 50 سنة بروح اتمشى عشان عندي حاجات في ركبي وبتاع. يعني مثلا شاب صغير يعني من دور ولادي مثلا، ابص الاقيه يقول لي الفاظي يقول لي اي حاجة وانا ما اسمعها. طب شايفة أصلا الظاهرة انتشرت ليه؟ والله برضو أنا لسه عايزة أقول ما أعرفش، هو ده من ال يعني ده من التكنولوجيا اللي بقت في إيدين الأطفال ولا من إيه بالظبط ما أعرفش يعني. عارفة أنا بشوف الأطفال بقت صغيرة قد كده ومعاها موبايل، والأهالي ما فيش رقابة وكله مشغول في إزاي يجيبوا لهم موبايلات أطفال صغيرة يعني. أنا ده رأيي يعني، إن الموبايل المفروض ما يبقاش في ايد الطفل الا لما يبقى مثلا كبير ووعي يعني ايه ده اللي في ايده اللي هو هيستخدمه يعني. بس انا واحده عندي 50 سنة، زمان كان ابقى ماشيه في الشارع مثلا كان واحد لو شاف اي حد بيعاكس ولا يعني، كان ده حاجه كنا كلنا متربيين عليها يعني. الواحد بقى عمال اقول انا كاني ما حتى اولادي في البيت يعني ما ببقاش عارفه حتى اتواصل معاهم حتى في الكلام يعني، غير ان دلوقتي شوفي اللي بيحصل دلوقتي يعني، الواحده تبقى كبيره متغطيه عريانه يعني، كانوا بيقولوا القصير وما فيش حاجه اسمها القصير ولا يعني. انت مش شايفه ان المشكله في البنت في لا 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 في لبسها؟ ايه ده المتغطيه بتتعكس اكتر، بيقول لك عايز نشوف ايه اللي جوه يعني، كتير يقول له الست اللي لابسه اسود ديت تعالى نشوفها نمشي وراها، كتير بشوف الحاجات ديت عشان طول النهار في الشارع. شكرا يا حبيبي. شفت البنت قبل كده؟ لا ولا لفظي ولا جسدي. طب شايف ظاهرة التحرش ازاي؟ هي قلة أدب. ليه قلة أدب؟ مش شباب. مش شايف العيب عند البنت خالص؟ في أحيانا بيبقى عند البنات برضك، واحد بيشوف بعض الملاحظات كده مش شايف.
بس ده يبقى مبرر انها يتم التحرش بيها؟ قليلة محترمة محدش هيتحرش بيها. طب ما في منقبات وبيتم التحرش بيها. تبقى هي عايزة كده. شكرا. حضرتك شايفة التحرش ازاي؟ التحرش. هتطلعوني يعني انا بس. التحرش يعني مشكلة طبعا عايزة حل يعني جذري. شايفاه يعني العيب عند البنت ولا العيب عند الولد ولا العيب في المجتمع؟ والله من جميع الاطراف. بس حتى لو البنت لابسه ايه هل ده مبرر؟ لا لا بيساعد برضو يعني في حاجات بتساعد على التحرش عامل مساعد يعني بيبقى من جميع العوامل يعني كده. طب ما في منقبات وبيتم التحرش بيه. في منقبات وبيتم التحرش بيه. بس برضو يعني الافضل ان البنت يعني تحتاط يعني الافضل انها تساعد على منع الحاجات دي يعني وكده والشاب طبعا ده يعني عايز واعز ديني ومن الأسرة ومن المجتمع ومن الإعلام ومن جميع الجهات يعني. شكرا كده. لفظي ولا جسدي؟ يعني الاثنين. شايفة الظاهرة بتنتشر ليه وبقت بكثرة دي؟ فساد أخلاق. من الولاد ولا من البنات؟ أكيد من الولاد لأن زمان كان أيام والدتي وناس زمان وكده كانوا في لبس اكتر من دلوقتي بشاعة. لو هما بيقولوا ان البنات تلبس لبس بشع كان زمان بيلبسوا قصير وحمالات وما اعرفش ايه وما كانش بيحصل اللي بيحصل دلوقتي. هي الفكره كلها ان بقى في ميول انحرافيه عند الشباب يعني. طب الشباب احنا المفروض نحل الازمه دي ازاي؟ لا نحل الازمه دي ازاي؟ كله يعني ابدا بنفسك يعني كل حد لازم يغير من نفسه ويغير من ذاته ويغير من اخلاقه عشان المشكله تتحل. دي مش حاجه واحده يعني. لا هو معنوي مش جسدي. ولا لفظي حتى؟ لا لفظي ده احنا مقضينا لفظي طول ال 24 ساعة يعني. طيب شايفة ان الظاهرة دي انتشرت ليه؟ اقول لك يا سيدي بص هو قلة وعي الجهل ما هو قلة الوعي جاي من الجهل والتاني تالت حاجة بقى المخدرات. يعني هو في ناس بقت تتعامل على ان الحشيش ده بتهيألي بقت حاجه يوميه عاديه لكن هو مش حاجه عاديه وبيأثر كتير فكل واحد بقى دماغه في التوهان فكل اللي معدي كل اللي رايح واللي جاي بقى بالنسبه له انه يعاكس عادي. يعني ممكن الواحد يبقى ماشي باسدال اصلا من كتر ما اتعود انه بيعاكس يعكسها رغم ان هي ما فيهاش اي حاجه بس مجرد ان هو اتعود ان هو يعاكس فده بقى مرض. شايفه ان المشكله عند البنت اصلا؟ لا المشكله عند الولد مش عند البنت. يعني بره في امريكا البنت بتبقى ماشيه بهوت شورت وممكن اصلا ما تبقاش لابسه ومعديه من قدام 1000 واحد ولا واحد يبص لها. ما بصلهمهاش ليه يعني ايه المشكله؟ هل ده بيبقى كبت جنسي ولا وضع اقتصادي ولا انت شايفاه ايه؟ لا هو مش كبت جنسي هو الكبت. بصي هو لو بيفكر كتير هيبقى كبت جنسي لكن هو لو واحد طبيعي بني ادم زينا طب واحنا ليه ما عندناش كبت جنسي؟ يعني احنا بنات بقى نفضل بقى رايحين جايين نعمل احنا كمان؟ ما هو مش كده يا جماعه. لا هو مش كبت هو جهل عدم تربيه من البيت دي حاجه اساسيه. بعد كده بقى طبعا بقى بيقعدوا يفكروا في قله الادب دي لازم يبقى يعملوا كده. شايفاها تتحل ازاي؟ تعدم. ما واحد يتحرش بواحده ويتعدم كلهم هيخاف والبنات ما تسكتش. مخدرات اعدام ومحدش بطلها؟ لا هو خلينا متفقين محدش بيتعدم كله كلام لكن لما حد يتعدم وقصه تبقى حقيقيه قدام الناس ساعتها تقريبا يعني الناس ممكن تبطل لكن طبعا احنا ما حدش بيتعدم ولا حد اصلا بيتحبس خلاص يعني هي باظت. شكرا.